السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بيكم في تكنو ابس. معاكم عبد الله خميس. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن فقرة جديدة من فقرات اخبار التكنولوجيا لتاريخ 28/2/2014. عناوين الاخبار: الخبر الاولاني، ويسترن ديجيتال تقدم الاقراص الصلبة الجديدة الارجوانية لتطبيقات المراقبة. ثورة الجيجز فون الان متاح للبيع، مما يتيح لك الاختيار من بين نظامي تشغيل اندرويد وفايرفوكس. الخبر الثالث، تحديثات ويندوز 8.1 ستصل عند انتهاء ويندوز اكس بي. اخيرا، استخدام حقيقي للصورة السيلفي. والخبر الاخير، الاتش تي سي 1 افضل هاتف ذكي، والايباد اير افضل تابلت في الموبايل وورلد كونجرس. الخبر الاولاني، ويسترن ديجيتال تقدم الاقراص الصلبة الجديدة الارجوانية لتطبيقات المراقبة. الثلاثاء الماضي اعلنت ويسترن ديجيتال انها بتوفر هارد ديسك درايف جديد باللون الارجواني. الهارد دوت معمول خصيصا لاغراض وتطبيقات المراقبة، وهيكون متاح بساعات 1 تيرا، 2 تيرا، 3 تيرا، و4 تيرا، مقابل 90، 120، 160 و200 دولار. والهارد ديسك الجديد تقريبا زي الهارد ديسك التقليدي، لكن بيدعم اخر اصدار من اصدارات الساتا اللي هي الساتا 3، اللي بتوفر داتا ترانسفير ريت يصل الى 6 جيجا بايتس بير سكند. ويعتبر الهارد ديسك دوت هو اول هارد ديسك بتقدمه شركة ويسترن ديجيتال لاغراض تطبيقات المراقبة. والشركة بتقول ان هي هتوفر فيرموير ابجريدز او تحديثات لبرامج ثابتة هتكون موجودة على الهارد ديسك، ليه؟ لغرض حماية المادة الفيلمية او الفوتج من حاجة اسمها فيديو بيكسليشن او الانترابشنز خلال عملية التسجيل في نظام المراقبة. الخبر الثاني، ثورة الجيكس فون الان متاح للبيع، مما يتيح لك الاختيار من بين نظامي تشغيل اندرويد وفايرفوكس. الجمعة الماضية اعلنت فايرفوكس انها بتوفر جهاز جديد اسمه الجيكس فون ريفوليوشن. الجهاز دوت فيه القدرة على حاجة اسمها الديوال بوت، الاقلاع المزدوج او الاقلاع الثنائي لنظامي تشغيل اللي هم الاندرويد والفايرفوكس او اس. مما لا شك ان سوق الهاتف محصور بين نظامين تشغيل، هم واخدين متقدمين بفارق ملحوظ عن بقية الانظمة المنافسة اللي هم الاندرويد والاي او اس. لكن في الايام القليله الماضيه نظام تشغيل زي الفايرفوكس او اس دوت بدا يبان بشكل ملحوظ، وشركه زي شركه الجيكس فون من زمان وهي بتوفر هاردوير لانظمه تشغيل الفايرفوكس، واخر اصدار ليها اللي هو الجيكس فون ريفوليوشن. وزي ما قلنا الجهاز ده جهاز مواصفات عالية جدا، هاي اند ديفايس. الجهاز ده فيه امكانية الاقلاع المزدوج او الديوال بوت لكل من نظامي تشغيل اندرويد وفايرفوكس، وهيكون متاح مقابل 222 يورو من على موقع الجيكس فون. الخبر الثالث، تحديثات ويندوز 8.1 ستصل عند انتهاء ويندوز اكس بي. مايكروسوفت اعلنت الخميس الماضي ان يوم 8 ابريل القادم هيكون اخر يوم لتقديم الدعم الفني والتحديثات الامليه لنظام تشغيل اكس بي، واحتمال اللي يكون نفس اليوم اللي هو 8 ابريل هتقدم فيه التحديثات لنظام تشغيل ويندوز 8.1. واحتمال تكون التحديثات دي عباره عن قوائم سياقيه حساسه جديده للزر الايمن للماوس، ومنها ايضا القدرة على تثبيت المترو ابس او تطبيقات المترو للتاسك بار في الديسكتوب، وايضا اضافة زر لتشغيل وايقاف الجهاز وزر البحث في شاشة البداية. دوت من ضمن الابديت الابجريد اللي هيحصل لنظام تشغيل ويندوز 8.1. الخبر اللي بعديه، اخيرا استخدام حقيقي للصورة السيلفي. اعلنت شركة اسمها تيكت ليب الجمعة الماضية
شركة تيكت ليب دي شركة متخصصة في بيع التذاكر لماتشات الكورة أو السينمات أونلاين، إن هي تستخدم حاليا تكنولوجيا لإحلال الصورة السيلفي مكان الباركود من نوع كيو آر على التذاكر، وده الوقت اللي انت تقدر تقول ابتسم من أجل التذكرة بتاعتك، وتقدر تنزل التطبيق الخاص بالسيلفي تيكت ليب التيكت اب، ونتمنى ان هو يكون موجود لكل من الاندرويد والاي او اس. والرئيس التنفيذي للشركة بيعتقد اللي هو النظام دوت هيكون مساعد جدا لمنظمي الحفلات والاحداث. الخبر الاخير، ال HTC One افضل هاتف ذكي، والايباد اير افضل تابلت في الموبايل وورلد كونجرس. الموبايل وورلد كونجرس ده مؤتمر يقام في فبراير من كل عام في مدينة برشلونة بأسبانيا، وخلال المؤتمر دوت بتقوم شركات الهواتف بعرض آخر ما توصلت إليه من تكنولوجيا وإمكانيات الأجهزة اللي تنتجها. وفي آخر المؤتمر بيقام حاجة اسمها جلوبال موبايل أوردز، أو نظام جوائز للهواتف لتقييم الهواتف اللي تم إنتاجها في السنة اللي قبليها. ولجنة التحكيم بتكون من حوالي 175 محلل مستقل، صحفيين وأكاديميين وخبراء بيحكموا على المنتجات اللي بتقدمها الشركات. وآخر ميعاد لتقديم الهواتف هو نوفمبر 29 من كل عام، ليكون آخر يوم للحكم على الأجهزة. والسنة دي جايزة أفضل هاتف راحت لل HTC One، وكان السنة اللي قبليها كان السامسونج جالاكسي S3، أما بيست موبايل تابلت أو أفضل تابلت كان للسنة دي كان الأيباد إير، والسنة اللي قبليها كان الجوجل نيكسس 7 واللي مصنوع عن طريق أسوس. ويبقى بكده وصلنا لآخر الفقرة، فقرة الأخبار. وتنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتشيروا الحلقة لو عجبتكم، وإن شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.